نتساءل هل ده طبيعي ولا لا. طبعا ده هنناقشه النهارده في استوديو الاخبار، ولكن خلينا الاول ناخد ايضا تصريح للواء جمال حلاوه مساعد وزير الداخليه للحمايه المدنيه بالقاهره، واللي قال بانه الخسائر الاوليه في حريق الغوريه بتشير لاحتراق 6 محلات تجاريه، 6 فترينات للباعة التهمتهم النيران بالكامل. أوضح سيادة اللواء بأنه جميع المحلات بتتراوح مساحتها ما بين 2 ل 3 متر. أوضح أيضا مساعد وزير الداخلية أنه هو تم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، فضلا عن تمركز قوات الإطفاء في المنطقة. أشار بأنه لم يتم تحديد أسباب الحريق، والمعمل الجنائي هو من سيحدد أسبابه. في سياق متصل النهاردة زار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء منطقة الغورية بوسط القاهرة لمتابعة جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق اللي نشب فجر النهاردة في عدد من المحلات التجارية في منطقة الغورية. خلال زيارته رئيس الوزراء اطمأن على سلامة المواطنين من سكان المنطقة وأصحاب المحال والمترددين عليها. تعرف أيضا رئيس الوزراء على مدى التلفيات اللي لحقت بالمكان. أعلن أيضا رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لبحث ملابسات حادث الرويعي والوقوف على أسبابه، واللي ستقوم بدورها ببحث ملابسات حادث الغورية أيضا لكي يتم اتخاذ اللازم. أضاف أيضا بأنه وزارة التضامن الاجتماعي الآن تقوم بإجراء حصر للمتضررين المستحقين بالمنطقتين سواء كانت الغورية أو الرويعي. دي طبعا الزيارة الثانية لرئيس مجلس الوزراء لهذه المنطقة بعد حريق الرويعي اللي حصل من يومين، والنهاردة أهو بيزور مرة تانية هذه المنطقة. اللي حصل احنا جينا ليله بضاعتنا وفلوسنا ومحلاتنا بقت فحم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. احنا عاوزين نشوف حقنا فين دلوقتي. انا كنت موجود هنا من الساعه 12، من الساعه 12 الحمد لله ان هي اتلحقت وما اتسرحتش، لان تاكل ملايين، دي تاكل ملايين وناس ماضيه على ورق. اللي حصل قال لك شويه، قال لك ده قفل الكهرباء، شويه قال لك لا مؤاخذة ده عقب سجارة رمى، ما تعرفش الحقيقة فين. أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، أنا غفلت وروحت وواحد قال لي الحق التربيعة اتحرجت. الساعة كام كده؟ الساعة حوالي أنا جنب هنا يمكن الساعة 12 نزلت من البيت، أنا مروح من هنا 10 ونص 11. النهارده قررت